أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت. دقيقة صمت عن أرواح الشهداء الضحايا. شكرا. حضرات السيدات والسادة، حضرات وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، شكرا لحضوركم وأهلا وسهلا بكم في بيت المهندس. وأيضا نرحب بالسادة الخبراء والدكتورة السيدة النائبة نجاة. بعد مرور سنتين على جريمة تفجير مرفأ بيروت لم تشفى جراحات الناس وعذاباتهم، فالتحقيق لم ينتهي بعد وتتم عرقلته بشتى الطرق، مع أن السلطات الرسمية والجميع يتحدثون عن العدالة، ولكن الذي يحصل هو أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة. وموقع الانفجار والإهراءات المتضررة منذ سنتين تركتها السلطات الرسمية دون أي تدابير لحمايتها أو تدعيمها، والحبوب الموجودة لم يتم نقلها من الموقع بشكل كامل. هو بالحقيقة تم بداية نقل عدد كمية معينة، ولكن لم يتم تنظيف الموقع أو نقلها بشكل كامل، بل تركت أيضا لتتخمر وتتسبب بأضرار بيئية وتسهل اشتعال الحرائق العفوية منها أو المقصودة. الإهراءات صامدة منذ سنتين، وفي كل مرة يتحدثون عن انهيار وشيك. من سنتين كل فترة رح ينهاروا، لكنها صامدة شاهدة على المأساة. ومنذ 3 أسابيع تقريبا اندلع حريق في موقع الإهراءات، وبشكل غير مفهوم لم تبادر الحكومة والأجهزة المعنية إلى إطفائه، وذلك باستخدام حجج مختلفة. طبعا الأمر صعب، وموقع الحريق صعب بالتأكيد، لن ننفي صعوبة الأمر على الإطلاق، ولكن علم إطفاء الحرائق هو علم يجب أن لا نعدم الوسيلة حتى نقدر نطفي الحريق. وأنا أفترض هنا اندلاع حريق غير موقع الإهراءات، لا يمكن أن نكون عاجزين عن إطفاء حريق بأي منطقة بلبنان أو بأي مدينة، إذ ليس من المعقول القول أن لا شيء يمكن فعله، إنه العجز والتلكؤ في تحمل المسؤولية. منذ يوم الأحد الماضي انهار جزء من الإهراءات، ونقابة المهندسين ونحن قلنا أنه لن تنهار الإهراءات دفعة واحدة. حتى يوم الأحد ظهرا على قناة الـ LBC أحد الصحفيات كنت قلت لها أنه في انهيار لجزء أو أجزاء بيت وشيك خلال أيام، خلال أسابيع، خلال ساعات، لا يمكن التنبؤ بالساعة بأي لحظة. السبب المباشر هو اندلاع حريق تقريبا منذ أكثر من 3 أسابيع، والحريق لم يتم إطفاؤه. وهلأ متحدث بالتفصيل أكثر. كان من الأشهر الماضي الجزء الشمالي يمين بتقريبا 2 مليمتر بال24 ساعة، بعد الحريق بيوم أو يومين أو بساعات أصبح الميل 4 مليمتر بالساعة الواحدة، ثم 6 ثم 8 مليمتر. صباح الأحد هلأ بدأ الحضرات الخبراء كان ساعة 9 تقريبا الميل الجزء الشمالي 8.4 مليمتر، وهذا أمر طبعا خطير وينذر بتسارع واحتمال
وشيك لانهيار جزء او اجزاء. اؤكد انه مبنى الاهراءات لن ينهار دفعه واحده كله، وانما سينهار جزئيا او اجزاء، وحتى الان هناك اجزاء مهدده بالانهيار. الجزء الجنوبي ثابت مستقر ستابل، ليس هناك من اي خوف لانهياره. مركب سنسور، مش كمان هلا بنحكي بالتفاصيل، لم تسجل اي قراءه على السنسور المركبه وبتقول انه في ميلان. اذا الجزء الجنوبي اساسا، وانا باكد لن يحدث له تضرر كبير جراء انهيار جزء او الكل الجزء الشمالي، هذا واضح، هذا اكيد. المبنيين الاهراءات هن مبنيين منفصلين من فوق حتى الاساسات منفصلين تماما، وقد يحدث ضرر جزئي للجزء الجنوبي لكن لن تتضرر، لن تنهار. هاي من جهة. من جهة تانية، هلأ الدكتورة نجاة تتحدث عن الأضرار البيئية والبكتيرية والجرثومة. جرى تهويل وعيش السكان برعب انه بده عند الانهيار الجزئي اللي بده يصير بده ينتشر غبار يحمل بكتيري وجراثيم وبكتيري وفطريات. واقع الامر انه هناك غازات تتطاير وهناك فطريات وبكتيري من الحبوب المتخمرة اكيد، ويمكن ان تتطاير بالغبار كمان اكيد، ولكنها لن تذهب بعيدا عن 500 او 1000 متر، ووزنها ثقيل راح تتساقط ولن تتطاير لتطال الاحياء. وحل الموضوع كان بسيط، والخبراء قالوا منهم دكتورة نجاة بالمي، بينرش مي من الجو من الارض ويكونوا جاهزين. وهالكلام كان عم ينقال قبل بيوم قبل بايام من حصول الانهيار الجزئي اللي حصل. ففي ناس تركت بيوتها، التهويل تخويف الناس، ما بنعرف يعني لأي هدف يتم تخويف الناس. الاحتياط ضروري واجب. المحيط المباشر للإهراءات بشكل خطر أكيد عند الانهيار، وهلأ هو في غازات عم تنبعث، واللي عم يساعد بتخفيف من الموضوع الهواء بلبنان بأغلب أيام السنة جنوبي غربي، والهواء عم ياخد الغبار المحمل والبكتيري والفطريات لجهة البحر، وهذا أكيد. ولاحظنا أنه ب 15 دقيقة وأقل انتهت مفاعيل الانهيار الحاصل، انتهى الـ يعني ما خلفوا الغبار. وهذا الأمر فيما لو حصل الانهيار جزء آخر مفاعيله تحت السيطرة. هذا مش رأي، مش عاطفتنا، هذا العلم بيقول هيك. بس لن أطيل عليكم. الحفاظ على مبنى إهراءات بيروت هو أمر مهم لدرجة ما تمثله إهراءات بيروت، وكنا نحن كنقابة أصدرنا رأينا، رح أرجع كرره بسرعة بعيدا حتى عن الأمر التقني. أولا الحديث عن إعمار مرفأ بيروت دائما بيربطوه بهدم الإهراءات، هذا أمر مختلف تماما. إعادة إعمار مرفأ بيروت تبدأ من رؤية شاملة ومخطط توجيهي لكل الواجهة البحرية، انطلاء من دور المرفأ الاقتصادي والتنمي وتأمين اتصاله الطبيعي بالمدينة عبر الأحياء المحيطة وعلاقته مع باقي المرافق البحرية اللبنانية الموجودة. اليوم دور المرفأ بيندرس للتنمية لكل البلد، علاقته المرافق تنميتها كلها وإعادة إعمار مرفأ، وبالإضافة إلى أحياء النقل البحري. نحن معنا نقل بحري من بيروت لشمال لجنوب اللي بيسهل أمر، هو أمر اقتصادي. وتدعيم موقع الإهراءات وحمايته ليكون جزء من هالمخطط التوجيهي الشامل. مبنى الإهراءات ومحيطه من الطراث المعماري الحديث. لو ما صارت الجريمة الكارثة بالتفجير، لو كان حدا بده يشيل هالمبنى كنا راح نقول هذا من التراث المعماري الحديث اللي يجب تصنيفه وحمايته والمحافظة عليه. هالآن أصبح هذا الأمر أكثر من ملح لأنه اكتسب صفة إضافية، هو حامل لذاكرة حدث مأساوي للبلد للبيروت وللبلد، وأصبح جزء من ذاكرة المدينة ككل. دوره الرمزي والثقافي المكتسب كشاهد على الحدث يخلد ذكرى من خسروا حياتهم ومن أصيبوا، ولن يضاهي رمزيته أي نصب تذكاري آخر. عم يتحدثوا عن نصب من هنا ونصب من هناك، لن يحل محل الإهراءات كرمزية معينة أي نصب آخر. عدم وأيضا من الناحية الإنشائية نؤكد على ثبات واستقرار الجزء الجنوبي من مبنى الإهراءات، وهو لا يحتاج إلى تدعيم، وبالتالي انتفاء أي كلام غير علمي يوجب الهدم.
وهيدي أكدته دراسات والقراءات اللي بعدني مكررة من قلب الموقع. خامسا، عدم ثبات الجزء الشمالي. طالبنا بالتدخل الفوري للحكومة له سنتين، لماذا لم تتحرك الحكومة بتدعيم هذا الجزء؟ بس كانوا عم ينتظروا انهياره مثلا؟ هل هذا السؤال؟ وقلنا أنه الجزء الشمالي من يعني نحن طلعنا رأي مكتوب من أشهر أنه الجزء الشمالي مهدد ويشكل خطر على السلام العامة، ولكن يمكن تدعيمه ويجب تدعيمه. الأمر متروك وترك إلى ما وصلنا إليه وإلى ما سنصل إليه في الأيام اللي جاية. الاستمرار بالرصد، نظام الرصد والمراقبة هو حاليا موجود، وهلأ الدكتور رفايل بيحدثنا عن قراءات الرصد الموجودة، ولازم يحضر الدخول إلى شعاع 500 متر لمحيط المل لأنه يشكل خطر. ولا مرة كنا عم نقول هذا يشكل خطر ومهدد بالانهيار جزئي أو كلي. بس لن أطيل عليكم، بترك الكلام الآن للبروفيسورة النجاة صليبة، تحدثنا حول موضوع الحبوب، تخمر الحبوب لماذا بقيت من سنتين. وأنا عرفت أنه من أكتوبر 2020 يعني من سنة ونص أو أكثر كانت دكتورة نجاة وآخرين كانوا عم يحذروا من تخمر هذه الحبوب وبقائها يشكل خطر على البيئة وعلى السلام العام. كلام إليك دكتورة نجاة. صباح الخير جميعا. صباح الخير جميعا. أنا اليوم بدي أحكي بأول الشق من الناحية العلمية المحضة، يعني شو يعني قمح عم بيشتعل بالإهرائي، وبعدين آخر شيء بحكي بالقصة الاجتماعية السياسية. من الناحية العلمية، إذا بدنا نحكي قمح ودرة وغير حبوب متروكة لفترة طويلة يعني من سنة 2019 بالإهرائيات، هيدي الحبوب تحت الشمس وتحت الرطوبة رح تتخمر وبعدين بتتحمص، ولما يصير في زيوت من القمح أو الذرة عم تتخالط مع هيدا التحميص بفترة معينة بتصير هي تاخد الاشتعال لحالها وبتصير تولع. هيدا الشيء علميا معروف إنه دايما دايما الإهرائيات هن معرضين للحريق، ومنشان هيك إذا بنعمل بحث علمي بالموضوع حتى على جوجل بيقولوا إنه دايماً دايماً في خطر بالإهرائيات من إنه يشتعل القمح لحاله إذا كان انترك لفترة طويلة يتخمر أو يتحمص. هلا شو الانبعاثات اللي بتطلع من نتيجة هيدا التخمر أو التحميص أو الاشتعال اللي هو بيصير منه لحاله؟ الغازات اللي بتطلع هي أكيد من البديهي الكربون دايوكسيد، يعني CO2، هيدا دايماً بيطلع بحيالة شيء بيحترق. بس لما يكون عم يحترق بالإهرائيات في نار بتطلع من قلب الإهرائيات لأنه بيكون ملين كله قمح، بيصير عم يعمل مثل المشحرة، وفي خطر انه يطلع الكربون مونوكسيد CO اللي هو بيأثر شوي على التنفس اكتر من CO2. يعني اذا بتشوفوا الدخنة السوداء اللي عم تطلع من راس الإهرائيات، هيدي بتدل انه الاحتراق منه كامل لانه ما في اكسجين كفاية، منشان هيك بدل ما يطلع CO2 بيطلع CO هو مأذي كتير اكتر بكتير من CO2. وإن احنا بنعرف انه اذا في ناس عم تتدفى على الفحم عادة بالبيوت، واذا طلع كتير CO2 بمطرح مسكر فيهم يختنقوا ويموتوا. هيدا الشيء ما بيتطبق على الناس العايشة ببيروت لانه هالCO اللي هو غاز هو كتير خفيف وبيتطاير بطريقة سريعة وبيتبعثر بطريقة سريعة.
غير نوعية غاز ممكن تطلع هي نيتروجين ديوكسيد أو مونوكسيد، بيقولوا لون NOX. هولي أكيد مأزيين دايما، حتى بانفجار بيروت شفنا هاللهب الأحمر اللي طلع، دايما هاللون الأحمر اللي بيطلع وقتها يكون في شيء عم يحترق بدل على غاز اسمه الأكسيد تبع النيتروجين، يعني نيتروجين أكسيد كلهم سوا، نيتروجين ديوكسيد، نيتروجين مونوكسيد and others. هولي مأزيين، يعني إذا شفنا إنه في غيمة حمراء مش وقت تغيب الشمس، هذا غير موضوع. إذا شفنا بالغبار اللي طلعوا شيء أحمر معناتها في نيتروجين أكسيد، لازم إنه ننتبه وما يكون عم نتنشقه، لأنه هيدا بيأذي كتير الرواية. بالإضافة هلأ الغازات دايماً بتاخد على الماكسيموم 24 ساعة بتكون تبعثرت وبتكون اختفت لأنه خفيفة وبتطير بسرعة. في كتير حكي كان عن شيء اسمه الفطريات، الفنجاي أو المولد، هودي بيجوا من وراء التخمير عادة. وقت يكون في فنجاي مولد، يعني مولد اشياء فطريات، هيدي ما بتتطاير لوحدها، بتتطاير محمولة بالغبار. يعني كل ما يكون في غبار لازم هيدي في احتمال انه يكونوا عايشين قاعدين عليها وبيطيروا عليها. هلأ هيدا الشيء ممكن يطلع لانه القمح عم يتخمر، بس في اللي طلبناه من وزارة الدفاع وطلبناه من لجنة الكوارث انه يكون فوج الاطفاء والدفاع المدني والجيش حاضرين في حال وقع احد واحد من العنابر، برشوه بالماء بتترسب الغبار بطريقة سريعة حتى ما تتبعثر بالمدينة وتأذي المدينة. اللي طلبوا وزارة الصحة ووزارة البيئة انه نحط الماسك لمدة 24 ساعة، هيدا كانت وقاية منيحة، فينا نحط الماسك حتى نكون في حال تبعثر شوية فطريات بالهواء منكون نحنا عم نحمي حالنا منها. هيدا اللي صار وهيدا اللي قلنا عنه من الأول، انه شو ما بده يصير اذا في جهوزية انه نرش الغبار بالمي نحنا رح نكون عم نوفر كتير تنشق غبار سامي للأهالي. وهيدا اللي صار، بفتكر انه هالمرة لما وقع العنبر كانت كل المعنيين على جهوزية تامة وكل القصة ما أخذت أكتر من ساعتين، ولا الاحتياط طلبوا منهم انه يدلوا حاطين الماسك 24 ساعة. في حال بده يوقع عنبرين تانيين ان شاء الله كمان انه تكون الجهوزية بنفس الطريقة حتى كل شيء فيه غبار تترسب بطريقة سريعة، والفطريات اللي ممكن تتبعثر بالهواء والNO2 يكون على القليلة محصور. وبنفضل دايما انه يكون في ماسك وتكون الابواب مسكرة اذا في ما في كهرباء واذا الناس يعني قادرة تخليها مسكرة. هلأ كمان بينصح اذا في غبار تاني نهار وعيتوا لقيتوا على البلكونات في غبار واذا في ماي انه ينشطفوا حتى ما يدل واحد يرجع يعمل لهم ريسسبنشن، يعني يرجعوا يتبعثروا بالهواء. هيدي الوقاية فينا دايما نتبعها وقت يكون في عنا مثلا حدنا بنيات عم تتعمر او حريق لا سمح الله من الزبالة، وهيدا الشيء بيصير، او موتور الديزل كمان عنا مشاكل كتيرة عم نتنشأ اشياء سامة من حوالينا من البنيات اللي حوالينا، وللأسف بلدنا ملوث اكتر من العادة. هيدي من الناحية العلمية المحطة. هلأ من الناحية اللوجستية، هل كان فيهم هن يتفادوا هيدا الحريق؟ نحنا سنة بـ 24 أكتوبر 2020 كتبنا عريضة ومضاها 2000 شخص لبناني، كان وقتها وزير الاقتصاد الأستاذ راؤول نعمي، طلبنا منه خطة شاملة شو بدهم يعملوا بهالقمح قبل ما يصير الحريق. هيدي كانت 24 أكتوبر 2020، قلنا لهم تفضلوا بهالعريضة اللي مضيها 2000 شخص قلوا لنا شو بدكم تعملوا بالقمحات وكيف رح تتفادوا هيدي الاشياء اللي نحن هلا وصلنا لها. ما اجينا رد من الموضوع ابدا ابدا. بعدين لما
الحكومة الحالية أخذت بلشت كمان. رجعنا بأكتوبر 2021 كتبت أنا تويت وقلت لهم بتمنى عليكم تقولوا لنا شو الخطة اللي بدكم تتبعوها لحتى تفضوا الأمحيط من الإهراءات، لأنه بدنا نتأكد أنه ما رح تاخدوهم تبيعوهم تطعمون للعلف. هيدا موجود لتويت. وقتها كمان رد علي بتويت الدكتور معالي الوزير ناصر ياسين وقال انه في لجنة كوارث عم تتبع الموضوع، وفي لجنة تقنية علمية كمان عم تتبع الموضوع، ووقفت هونيك. هلأ وصلنا لهون. انا بعتبر انه كان فينا نتفادى الحريق، لانه كان فينا نفضي الاهراءات من القمح اللي موجود حتى ما يصير التحميص وما يصير اللي قلنا عنه انه يرجعوا يحترقوا. وبشدد انه بعد فينا الاهراءات الجهة الجنوبية ننظفها كليا حتى الدل بمعزل عن اي حريق، ولحتى الدل واقفة كمعلم شاهد صامت على كل الجريمة. هيدي من الناحية التقنية. مفروض هلأ يكون في خطة من بعد ما نتأكد، اكيد نحنا ما بدنا نحط حدا تحت الخطر، نتأكد انه ما بقى في خطر انه يوقع أو ولا عنبر من العنابر من الجهة الشمالية، إنه الجهة الجنوبية تتنظف حتى ما يصير في تداعيات جديدة. أوكي. من الناحية الاجتماعية أنا بعتبر إنه ما في لازم يكون في حكي عن أي طريقة إنه نغير معلم الإهراءات بأي شكل من الأشكال قبل تحقيق العدالة. العدالة أول شيء وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل بالإهراءات. شو ما بدهم يحكوا ويحكوا يقولوا إنه نحنا عم نتكلف مصاري، عم نخفف، ما فينا نستعمل البور بطريقة أفضل، هيدا كله حديث ما لازم نحنا نقبله. أنا بفتكر العدالة لا أهل الضحايا هي أول شيء وهي أولوية، وبعدين بنحكي كيف بدنا نعمل هيدا المعلم، تاريخي مش تاريخي، اجتماعي مش اجتماعي، هيدا حديث تاني. نحنا مطالبنا واضحة، والمطالب الأهم والمطلب الوحيد الأهم هي استقلالية القضاء لحتى الناس على القليل تحس إنه الضحايا ونفوس الضحايا ما راح تهدر. وأنا بشكركم. شكرا دكتورة نجات. دكتور الآن نستمع للدكتور رفايل عميد كلية الهندسة بالجامعة اليسوعية، تفضل كلامك. أنت وقاعد. في كمان إذا يعطيكم العافية وأهلا وسهلا جميعا. بدي أشكر حضرة النائب على الاستضافة وعلى كل الجهود اللي بتعملها نقابة المهندسين. من كم شهر كان عندنا لقاء هون كمان مع أهالي الضحايا حول مؤتمر علمي على الإهراءات، شو ممكن ينعمل وشو المخاطر الموجودة. بيشرفني يكون موجود معكم اليوم. زيت الوقت بدي وجه كل التعازي الحارة لأهالي الشهداء، خصوصا على بعد سنتين من الحادثة المشؤومة من الجريمة يلي حصلت. مش لح طول وفوت بالتفاصيل، لح يكون في أول جزء سريع جدا على من سنتين لهلا شو عملنا. اشتغلنا على هذا الموضوع بدقة بطريقة كتير كتير علمية موضوعية تقنية بجامعة القديس يوسف ببيروت مع غير جامعات، مع الخبير الأصل الفرنسي بس هو عايش بسويسرا وشركته السويسرانية إيمانويل دوران، ونحن على تواصل دائم وعم نتابع كل دقيقة بدقيقتها شو عم بيصير. بقى رح بلش بإستوريك سريع كتير كتير عن الأشياء اللي معملت. ما في ضرورة نذكر على الجزئين الشمالي والجنوبي وشو صار.
وشو بقي ننقل على السلايد اللي بعده بدي انا. لكن ثلاث اشي اشتغلنا عليها. اول شغل نعمل نشغل موديل على اباكس كتير ديتيل. هلا منشوفه 3D سكان على سنتين وسنسرز اللي نحطه من سنة لهلا شو عطونا نتائج واجوبة وشو فينا نستنتج من هذا الشيء. هذا الموديل مع البايلز الفاونديشن الكاب كل الديتيلز مع السايلوز كتير كان مفيد. الموديل اللي نعمل الرن على سيرفر كتير كتير سريعين وقوية بياخد يومين ثلاثة وقدرنا من وراء نحدد تقريبيا اكيد حسب دراستنا نحن قوة الانفجار واللي قدرنا نستنجو اهم شيء هن البايلز يلي هن الاساسات شو صار فيهم ضرر على الميل العالي منهم تقريبا 35 سنتي زيحين وهون الدمج الكبير على راس البايلز وكعب السايلوز الجونكسيون اللينك بيناتهم شو صاير فيها والمدى الضرر الكبير اللي نتج. بنقول دري لما نطول مثل ما قلنا 3D سكان نعمل خمس مراحل 5 phases لل 3D سكان بآلات كتير كتير متطورة نعمله بكل سكان كان يطلع حوالي 752 مليون نقطة منقدر نصور فيهم ونشوف شو عم بيصير كان بالسايلوز. هون عم نشتغل نحن فريق من الجامعة مع الخبير إيمانويل دوران اللي كان فينا نستنجو واللي شفناه مثل ما نبين على الصورة هون انه الاسم القسم الشمالي في displacement مبينين بالالوان القسم الجنوبي اكتر stable. دونك هودي اللي قدرنا نشوفهم على عدة مراحل من السكانز اللي بلشوا شهر بعد الانفجار واخر مرحلة 3D سكان انعملت من بأدار 2022. كمان بهالصورة بنقدر نشوف هون مقلوب القسم الشمالي هو على اليمين بنقدر نشوف مدى الضرر اللي نتج بينما displacement أقل بكتير على الميلة الجنوبية. اللي بدي شير له كمان انه بهيدي الصورة هلا بننقل هون على السنسرز. بس قبل ما نحكي السنسرز اول فترة ما بعرف في ميكرو اول فترة هودي القسم الشمالي اللي هون على قوة العصف ميله لهالميل لصوب يمكن الحمراء وهلا رجعوا بعد سنة جلسوا وهلا عم بيميلوا لتاني ميل لميلة الكراتير يعني لميلة الانفجار. هيدي الصورة السنسرز اللي نحطه هون اربع سنسرز نحطه من سنة على الأد بتموز 2021 ومن سنة لليوم عم نغيب. اول شغلة كانوا عم بيعطونا نتائج كتير دقيقة مقارنة مع 3D سكان اللي نعمل ثلاث مراحل بعد بكاميرايات خصوصية اللي نعملوا آخر ثلاث مراحل بعد ما نحطوا هودي السنسرز. نقدر نقيس هوني اثنين روتيشن تيتا وفي تيتا هي باتجاه الكراتير وتاني ميل وفي هي باتجاه يمكن منطقة الأشرفية والميلة المعاكسة ونقدر نراقبهم على كل سنسر كل دقيقتين بيوصلنا فاليو. هيدي صورة تانية وين نحطوا السنسرز ثلاثة من هالميل ووحدة من هالميل على الصف يلي موجود وحدة على القسم الجنوبي وهودي ثلاثة على القسم الشمالي وبنقدر لكان نقيس الرول التلت والتمبريتشر بطريقة كتير بريسايز لدرجة واحد على 100,000 of angular degree. هون بنقدر نشوف على السريع قبل ما ننقل ونحكي نتائج شو شفنا. بنقدر نشوف التتا والفي الانجلز كيف عم بيمشوا مع الوقت مع الحرارة أدمنهم دقيقين بين الليل والنهار عنا فارياسيون بالتتا وبالفي كل بتغير كل يوم بيومه بين الليل والنهار وأكيد مع الوقت من سنة لليوم شو صار هلأ منحكي عنا. لكن
خليني فرجي شوي شو صار، بعدين منجرب نفسر ونحكي شو اللي سبب هيدا الشيء وكيف. هودي على أحد السنسرات هون من فترة، وهون نعمل زوم لهيدي الزون، منشوف هون هالفلكتوياشن اللي صارت هون وهون، فينا نرجع نشوفهم على غير سنسرز من الجهة الشمالية. هودي الاثنين سنسرز اللي بقوا على الجهة الشمالية. شو منقدر نستنتج من هذا الشيء؟ انه بعد 17 تموز التلتينج والروتيشن والديسبليسمنت كانت هون عم بتزيد بطريقة خفيفة، وبعدين صارت تزيد اكتر بكتير، وبعدين الريت زاد بعد اعلى. هون زوم على شو صار من 5 ايام لليوم، منشوف هيدي النقطة هون اللي هي من يومين، النهار اللي صار في انهيار جزئي للصوامع. ليلة الماضي بقينا سهرانين كتير مأخر بالليل مع هيئة إدارة الطوارئ، كنا على تواصل. وهون بدي كمان وجه تحية للواء مصطفى، عم نتابع بطريقة علمية كتير هلأ شو عم بيصير كل دقيقة بدقيقتها. وهون صار عنا زيت الشي، يعني وكأنه زاد الريت كتير ورجع أنزرنا بكولابس ممكنة، مشان هيك كان في جهوزية كاملة كل الليل لهالموضوع. بس الانهيار وارد، أنا برأيي شبه أكيد رح يصير، ما حدا بيقدر يقول أي متى. مثل ما نحن قلنا من أسبوع إنه رح يصير في انهيار، عم نحكي بطريقة علمية، بس ما حدا بيقدر يقول إذا بعد يوم، اثنين، ساعة، اثنين، جمعة، اثنين، شهر، شهرين. ليش؟ لأنه هاي ستراكتشر منا مثل برج بيزا انتاكت، بعد منيحة هي والأساسات، وبس عم بتميل من مشاكل تربة. من تربة هي المشكلة تبع إنه كتير ضعفت، كتير تأثرت من وراء الانفجار. وفي اشياء قدرنا نعملها كالكوليشن من وراء الموديل باول فيز حكيت عنهم، وفي اشياء ما بنقدر نعرف شو هي. بزياده عن هذا كله، شو عم بيصير اخر 3 اسابيع من وراء الحراره الكتير عالي والتمبريتشر والنار؟ الميكانيكال بروبرتيز تبع البطون والحديد عم بيضعفوا 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 لحد ما اخر شيء بيوصلوا لمحل، وكمان ما حدا بيقدر يقيسهم لانه ما بنعرف مزبوط وين عم بيضعفوا وباي طريقه وباي قوه وباي سرعه، وشو متضررين من قبل، لأنه أكيد في ضرر من قبل من الانفجار وبالأساسات وبكل شيء. بيوصل لوقت بيقشط جزء، ما حدا كان فيه يقدر أنه بس صومعتين رح يوقعوا، ليش مش 4 فرد ضربة؟ نحكى أكيد أنه رح يصيروا بطريقة جزئية، لأنه الحرارة والنار هلأ منشوفها على صور تانية كانت بمحل أكتر من غيره تدريجياً. دونك عم بيضعف هال المبنى هيدا، عم بيصير فيه انهيارات جزئية. هلا هودي صور حرارية زودنا إياها الدفاع المدني، كمان مشكور العميد خطار، عندهم درون وآلات جديدة قدروا يخدوها. شو بنقدر نستنتج من هودي الصور؟ بنقدر نستنتج انه هيدي الجهة الشمالية هون الحرارة كتير كتير عالية، مش بس النار اللي منشوفها اولا، يعني النار اللي نحن اللي منشوفها هيدا اللون اللي هون بهيدا الكعب، هيدي تاني ميلة، بس عنا لون تاني على هيدا السايلو من تاني ميل، معناتها الحرارة كتير كبيرة جوا وبرا، وعم بيصير في ضعف للحديد والبطون. أكيد هذا الشيء اللي فينا نجزمه، بس بأدي وبأي سرعة وبأي وتيرة برجع بقول ما حدا بيقدر يحدد. وبتلاحظوا أنه كمان الحرارة العالية موجودة برا جوا بكتير محلات، وما بيقدر الواحد يأكد على المزبوط شو بده يوقع قبل شو وشو اللي بده ينتهي كحديد القوة تبعه وينهار كل جزئيا أو كليا. هودي للصور الحرارية.
هلأ بس بدي أشير لأنه نحكى كتير عن هذا الموضوع، أنا بقدر أخبر بطريقة أكيد كتير موضوعية وعلمية وآية صارت نحن معنا. من سنتين كنا شكلت لجنة وكنا عم نتابع هذا الموضوع مع خبراء سويسرانية فرنسوية من السفارة الفرنسية. اللي انعمل هو أنه بهيدي المنطقة هون، وفي أكيد أنا مسؤول عن كل كلمة بقولها، في فيديوز في وثائق عن هذا الشيء، نشيل القسم الأكبر من القمح ونعمل فخاويت على علو شيء 3 أمتار 4 أمتار بالسايلوز، محل ما السايلوز بيسمحوا أنه يندقروا. شو المشكلة هون من الناحية الستراكتشرز العلمية الهندسية؟ أنه هودي ممكن يكونوا مهدين عصوص ونقطة مثل ما بيقولوا، وكان التحذيرات اللي تجي انه ما فيكم تقربوا عليه كتير وممنوع ندق فيهم، يعني وقت المندق هون الخطر. بالأكيد عم بحكي المعدات الموجودة عنا، بالمعدات الموجودة عنا اللي نعمل نعملوا الفتحات موجودين، اتفضوا الكاميونات كمان اخدتهم كليتهم. بس شو بقي؟ اول شغلة بقي على علوم ترين 3 بقلب السايلوز ما بيتفضوا لانه كتير رمي. الجيش بحث طريقة اذا بيشفطون شفط بقلات اللي بتسحب تشفط الرمل، المكانات ما بتسحب مش زيت المبدأ للحبوب الذرة والقمح. هو دي الكونكلوجن اللي كانوا يقولوا لنا اياهم واللي كانوا عم بيصيروا. تاني شغلة، في هون بالنص في صوامع مليانة على الاخير لفوق ما بينوصلها من ولا اي محل، بالنص فوق، لا من هالمال ولا من تاني مال، بستركتشر مهدية عصوص ونقطة، خصوصا بالبلوك الشمالي. هلا بنحكي عن البلوك الجنوبي، عم بيميل لو كان عمهله مثل ما تفضل حضرة النائب وقال كان بسرعة 2 مليمتر بالنهار بالأول، بس مع فاونديشن مضغرين ما بيندقروا بالسهولة لأنه ممكن يقلب حيالة لحظة. بقى الوصول للحبوب اللي بالنص هون جوا هو اللي كان أصعب شيء. بمحلات فينا نشوف على هاي الصورة من دون ما نمشي الفيديو ما بدنا بالوقت الحالي، انه السطح محلات مفتوحين، محلات مسكرين، محلات مشققين، واكيد بهود السنتين كان عم بفوت ماء بالشتاء، عم بفوت رطوبة مع حبوب مع حرارة الصيف. سعادة النائب خبرت شو بيصير بكل طريقة علمية شو بده يصير بهيدا الشيء. بقى الجزء الاكبر اللي انا بقدر اقوله تفضى من السايلوز، اكيد فينا نبعث لكم الصور الفيديوز اللي مصورينهم القواديح اللي انعملوا بطريقة كتير كتير، يعني ما كان فينا نكبر لانه السايلو بيشتغل كزيبر، اذا انفلع فلعة من فوق لتحت كله بيفتح وقت اللي يكون مليان وبهر فرد ضربة دون انذار. هيدا من خبرة لاختصاصهم السايلوز، لانه نحن structural engineers بس لعلم السايلوز في خبراء بعلموا بيشتغلوا كل حياتهم بالسايلوز. بقى الفتحة ما فيها تكون كبيرة، وإذا كتير صغيرة بتعرفوا ما بيظهر منها شيء، دغري بتوقف وما بعود ينسحب شيء منها. بقى محل ما كان بيقدر يتظهر نشيل، هذا اللي بقدر أقوله من هالناحية. بجهة من ناحية تانية نحكى ليش ما تنظف حواليهم الجرافات اللي كانت عم بتشيل، شالت قد ما فيها، عنا صور. هل كان فيهم يقربوا أكتر؟ حسب الخبراء كانوا عم بيعطونا تقارير وكانوا عم بيبعتوا هل قد يقربوا ما تقربوا أكتر، لأنه حيالة غلطة أو دقرة في هر عليهم. كان الهدف أنا بخبر شو شفت شو سمعت، واجباتي تخلص هوني، انه ما ناخد ولا اي ريسك انه حدا وقت نقول ما ياخده ولا اي ريسك انه حدا يتعرض او يصير له شيء. هلأ من ناحية تطفاية الحريق، المعلومات اللي انا عرفتها شفت فيديوهات انه جربوا اطفاء حرائق صغيرة اكتر من 50 مرة. هالمرة انا كنت اقترحت انه اذا بده يتطفى اهم شيء ما ينرش ماي مرة ويوقفه، لانه الماء بالصيف عم بتزيد رطوبة والحرارة عالية، تاني نهار رح يولعوا اكتر. كان الحل اللي ممكن ينعمل، يمكن هذه فكرة انا قلتها، انه بده تطفاية من هلأ لتشيرين فرد سحبة تبريد كامل، لانه حيالة لحظة بالشوب بيوقف مع الرطوبة اللي جوا الهليكوبترات وقت بده يرشوا ماء بده يفوت ماء لجوا هلأني بالصيف وهذا بده يسوق،
اللي بده يزيد الطين بلة، هل في معدات تانية بالعالم ممكن كانت تبرد كل هالزون تكبرير اشياء؟ ما بعرف، بس الموجودين بلبنان اسبوع الماضي رجال الاطفاء عنا صور عم بيقربوا ويرشوا، بعدين اجيهم تعليمات يرجعوا ويبعدوا لانه كان في كتير خطر وهن عم يسافي اقرب بكتير كتير من الغيون اللي لازم يوقفوا بعيد عنه. هاو دي الاشياء برجع بقول اللي نحنا شو شفنا. الهليكوبتر مرة رشت مي، نحكى عن خطر الفايبريشن تبع الهليكوبتر على الرهرات لانه بدون يوطوا، وعن المي اللي بتفوت لجوه. اكيد بالعالم يمكن يكون في تقنيات متطورة اكتر واشياء تانية، بس انا اللي بتصوره برجع بقول مني هون ولا تدافع عن حدا، عم بحكي شو شفت شو سمعت، لاني بكل الجروبات عم نشتغل مع هيئة إدارة الكوارث ومع الجروب الأخصائيين على هذا الموضوع. كان الهدف أنه ما يتخذ ولا أي ريسك أو خطر على ولا حدا. هو دي اللي بقدر أقولون من ناحيتي. بس هلا conclusions هودي سميتهم previous conclusions. شو اللي النام بشهر نيسان هون كنا يمكن مش هيك اللي النام هاي deformations عملوا دمج كبير بالفاونديشن. نحن نقول انه الفاونديشن تأثرت كتير، بس ما عنا مع عبدات نقدر نشوف تحت على الأرض شو صاير لأنه كتير خطر، يعني هون بده يتحفر ولا وارد ما حدا بيقدر يقرب ويحفر ويشوف. التلتينج تبع النورث بلوك كتير خطير، وقت قلت هالجملة the north block is unstable and dangerous هو ده بنيسان كان عم بيميل كل الوقت، يعني وقت اللي بيميل لميل بعد الانفجار وبيرجع بيجلس وبيرجع بيميل لتاني ميل، ما كان في نار بنيسان، كان عم بيميل على مهله. هيدا معناتها الفاونديشن كتير متضررين. هلأ السؤال كان هلأ بيدعم ما بيدعم؟ اليوم بقول اكيد الجزء الشمالي ما في حدا يقرب عليه تيقدر يدعم، وما فينا ندعم شغله من دون ما ندق فيها، واقل دق بالحاله الحاليه منه وارد لا من قريب ولا من بعيد. برجع بقول برايي الشخصي العلمي الموضوعي it's very difficult to reinforce such a huge damage silos. The south block got stabilized. السنسر اللي فرجيتهم هن للقسم الشمالي، القسم الجنوبي من سنة لليوم تقريبا ما في ولا اي displacement rotation ولا شيء، سبتين مش عم بيهزوا، اكيد تضرروا من وراء الانفجار. شو بيصير واللي قلته بنيسان under dynamic loadings مثل earthquake لازم ننتبه لهود النقاط لا يتاخد بعدين بعين الاعتبار شو ممكن ينعمل بمرحلة لاحقة. بشكركم. شكرا دكتور رفيق. هلا بنستمع لنرجع للأسئلة الأخير، نستمع للبروفيسور يحيى بن سلح مساعد عميد كلية الهندسة جامعة بيروت العربية. أكيد بدي أبتدي بنت شكر النقيب لإتاحة الفرصة لإلنا حتى نتبادل نحن وياكم المعلومات اللي نحن معنا إياها، ونجرب نخلي تكون الصورة واضحة أكثر ونجاوب على التساؤلات اللي ممكن تكون بعدها موجودة. طبعاً الأبروتش اللي أنا رح أحكي فيه هو أبروتش تكنيكال ستركشرال إنجينيرينج. النتائج اللي وصلت لها والمراحل اللي قطعنا فيها بالدراسة اللي نحن مشينا فيها. فإذا أنا باختصار البرزنتيشن تاعتي مش طويلة، هي حتتضمن بس ثلاث مراحل، حأحكي عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي نحن درسنا فيها الانفجار وتبعاته أول مرحلة، المرحلة الثانية هي مرحلة دراسة اتزان الأجزاء اللي باقي،
والمرحلة الثالثة هي مرحلة دراسة تقوية الأجزاء اللي حنحافظ عليها. فإذا برجع بذكر بسرعة أنه نحن عم نتعامل مع منشأ بتعمر بمراحل زمنية مختلفة بضمن ثلاث أجزاء. الجزء اللي احنا هلا عم نسميه نحن بالوقت الحاضر المجموعة الشمالية اللي هو الأقدم اللي احنا شايفينه هاتش بأول بارت، وبعدين واللي هو مكون من ثلاث صفوف، كل صف هو ثمان صوامع، بيلحقوا مجموعة تانية بعد فترة زمنية مختلفة بيتكون من ثلاث صفوف كل واحد فيهم من ست صوامع، وآخر مرحلة زمنية كان فيها كمان ثلاث صفوف كل واحد من صومعتين. ومثل ما عم نأكد دائماً أنه هدول مجموعات منفصلة عن بعضها، في فراغ بيناتها متر وعشرين سنتي. والشغلة المهمة اللي لابد كمان نذكرها وكتير مهمة تنذكر أنه هدول الصوامع منفصلين كلياً عن بعضهم، منفصلين في فراغ بيناتهم متر وعشرين، بس حتى على مستوى الأساسات هني منفصلين عن بعضهم. هون بصورة بس عم جرب أني ورجي الخريطة اللي هي على مستوى الأساسات، واللي هي بتبين أنه في فاصل 2 سنتيمتر بين الأساسات للمجموعات المختلفة، فإذا هني كومبليتلي منفصلين عن بعضهم. الصورة هون هي صورة جوية بتورجي الأجزاء اللي انهارت كلياً أو شبه كلي، اللي هي الصف الأول اللي هو مواجه لمركز الانفجار، المبنى الكنترول بيلدينج بنسميه، والمجموعة الأخيرة اللي انبنت اللي هي 2x3 اللي فضل هو الصف الثالث وأجزاء من الصف الثاني بكل مجموعة، بالمجموعة الأولى والمجموعة الثانية اللي هني كانوا 8x6. نحن نزلنا على الموقع مباشرة بعد الانفجار وأخذنا عينات من الموقع، من مبنى من الأجزاء الإهراءات اللي هي بعضها قائمة، من مواد البناء حديد وبطون، وعملنا عليها الاختبارات اللازمة، واللي هي طبعا بالإضافة للتربة، واللي هي ساعدتنا بمرحلة الدراسات أنه نحدد. طبعا هون ما رح أعمل كمان فيديو، ما حنورجي فيديو، بس في فيديو بيورجي كيف سيموليشن، ورجتنا كيف الانفجار ابتدى وكيف موجة الانفجار توسعت. باختصار شديد أبرز النتائج اللي وصلنا لها بهذيك المرحلة، قدرنا نحدد مركز الانفجار بالتحديد اللي هو نقطة بالعنبر رقم 12، هو مش مركز المساحة، هو عامل عنه في إزاحة معينة. حددنا المركز بالتحديد وين، حددنا كمية الانفجار واللي هي طلعت بتقديراتنا هي 20% من الكمية اللي نقال انه هي موجودة، يعني حوالي 500 طن. وتقاطعت النتائج هيدي، تقاطعت مع دراسات تانية وتقارير كمان تانية حول العالم. قدرنا نحدد المقاسات للفتحة اللي هي قائمة حاليا بنتيجة الانفجار، كمان قدرنا حددناها من خلال السيموليشن اللي عملناها. واخر شغلة قدرنا حددنا او اجبنا على سؤال قديش كان لهم دور الاهراءات بحماية جزء من بيروت، لانه هذه كانت مقولة كانت شائعة بوقتها وبعدها لحديث هلا، طبعا بين انه ما حميوا الاهراءات، ما حميوا او الجزء اللي باقي من الاهراءات محمي المنطقة اللي خلفه من بيروت، هو اكشولي محمي المنطقة اللي من بعد اللي خلفه مباشرة، مش بس بيروت. موجة الصدم غلفت مبنى الإهراءات كبيرة لدرجة انه غلفت مبنى الإهراءات واستمرت من بعد. طبعا هذا الشيء في اشياء كتير دلائل، مش بس الحسابات اللي احنا عملناها، في دلائل كتير بتورجي هالشيء، منهم مثلا الصورة اللي بتورجي المنشآت اللي هي خلف مبنى الإهراءات أو الجزء اللي فضل، من الواضح جداً أنه ما في شيء انحمى. أو مثلاً الصورة الجوية اللي هي بتورجي عبر الساتلايت، بتورجي الـ extent of damage أو توزع الأضرار، واللي هو بيبين بشكل واضح أنه هو بشكل دوائر الشدة بتخف كل ما بيعدنا،
ما بتدل انه في منطقه معينه كان فيها اضرار اقل بسبب نوع من الحمايه. كمان من نتائج الدراسة واللي هي شغلة كتير مهمة هي موضوع الأضرار بالأساسات. أساسات المباني الأهراءات هي عبارة عن pile raft system اللي هي حصيرة جاية على أوتاد. تبين معنا بالدراسة من خلال الدراسة قدرنا حددنا بالتحديد المواضع اللي هي تضرر فيها نظام الأساسات بشكل كتير كبير واللي هو أدى للميلان اللي نحن كان عم يتاخد من خلال القراءات. هذه كانت أول مرحلة خلصنا ونشرنا وجانا ابتدينا بالمرحلة الثانية. كان الهدف من المرحلة الثانية هو دراسة اتزان الأجزاء اللي هي باقي اللي هن 8 صوامع من الميلة الشمالية و6 صوامع من الميلة الجنوبية. عملنا هذا الشيء من خلال فرض إزاحات بتمثل فعليا الإزاحات اللي عم تتاخد من خلال القراءات. وقدرنا من خلال هالشي هيدا يعني عملنا سيناريو بيقول انه لو كانوا عم يتحركوا بالنسبة اللي هي عم تتاخد من خلال القراءات شو بيصير؟ ليش عم نعمل هيك؟ عم نعمل هيك لانه احنا كان بالباك جراوند تاعنا عم نفكر انه هدول لو بدنا نخليهم لو بدنا ندعمهم كيف بدنا ندعمهم؟ اول ستاب اول خطوة او اول معلومة اساسية للتدعيم نحدد مقدار الضرر اللي واقع فيهم الأضرار الإنشائية. ما فينا ندعم إذا مش عارفين مقدار الضرر الإنشائي. هذا هو كان الهدف من المرحلة الثانية من الدراسة. فإذا قدرنا نحدد هذا الشيء اللي صار قدرنا نحدد حاليا أو بهداك الوقت قديش كانت مقدار الأضرار الإنشائية بالمجموعة الشمالية وبالمجموعة الجنوبية. هون بدي ركز على نقطة كتير مهمة وحنرجع لها بعد شوي صغيرة. موضوع المجموعة الجنوبية اللي هي نحن عم نقول انه هي ثابتة. طبعا الدكتور وسيم قال وانا اكيد انا عارفين انه هذا الشيء از افاكت وعم يحكي واقع انه هي واقفة. بس هي مش معناتها انه اذا واقفة وستيبل انه هي مش متضررة. لا هي متضررة فعليا بنتيجة الانفجار. في اشياء نحن شايفينها وفي اشياء ما شايفينها. خصوصا على مستوى اتصال المنشأ بالاساسات. بس نحن قدرنا نحدد وين هذا الشيء من خلال الدراسة اللي عم نحكي عنها. طبعا هو كمان في عندي فيديو ما حقدر ورجيه بسبب انه بس هيدي مثلا صورة بتمثل الأضرار بالزونات أو مناطق الحمر هي بتمثل المناطق اللي نحن قطعنا فيها عن قدرة المواد على التحمل. مواد يعني بحكي بطون وحديد قطعنا فيها. طبعا انا هون هذا السيناريو متقدم شوي صغير للمجموعه الشماليه اللي هي هلا بلشت تنهار. وطبعا هالنوعيه هيدي من الدراسات بتحددنا او بتخلينا نكون حاضرين او قادرين انه نحدد شو نظام التدعيم الامثل لاي جزء بدنا نحافظ عليه. طبعا التارجت كان بوقتها هو انه نقول انه المجموعه الجنوبيه هي ثابته ممكن تدعم مثل ما حنقول هلا، بينما المجموعة الشمالية اللي نحن عارفينين شو اللي عم بيصير فيها وليش عم بتميل كنا قدرانين نقول بوقتها انه it's not too late. بعد ما فات الوقت انه هيدي المجموعة نقدر نحافظ عليها. بخطوة اولى تتمثل بتثبيت الاساسات يعني معالجة مشكلة الاساسات اللي هي موجودة كان بوقتها حتى نوقف الميلان. ومن هناك وبرايح نصير نحكي بستاب تاني. طبعا حاليا نحن قطعنا عن المساله هيدي. ليش قطعنا عن المساله هيدي؟ لانه نحن اذا بروح للمرحله الثالثه اللي في قول هي المرحله الحاليه نحن في عنا مجموعتين المجموعه الشماليه والمجموعه الجنوبيه. المجموعه الشماليه من الاساس تضررت بسبب الانفجار. طبعا انا بحكي على الاجزاء المتبقيه هي كانت متضرره بنتيجه الانفجار. هي صار فيها حركه مستمره اللي هي كانت ما يقارب 2 مليمتر بير داي. وطبعا خليني اذكر انه حتى قبل الحريق استمرار الحركه بيزيد من الضرر الانشائي حتى قبل الحريق. مشان هيك كان لازم اذا بده ينعمل شيء كان لازم ينعمل بوقت سريع. يعني الوقت ما كان لصالح اتجاه التدعيم او الابقاء على المجموعه الشماليه لانه هي كانت اوريدي عم تتحرك. الحركة هذه كان مقابلة في ضرر عم بيصير بالبنية الإنشائية. هلأ صار الحريق
شو صار بالحريق. هذا فينا نبسط المسألة. بعطي اكزامبل حكيته قبل مرة على الاعلام وبرجع بقوله. نحن عادة لما نصمم مباني جديدة ناخذ بعين الاعتبار مقاومة المبنى للحريق. بشيء نسميه فاير ريتنج. يعني احنا بناخذ بالتصميم تاعنا عامل قديش مقاومة المبنى للحريق. بهدف شو؟ مش بهدف يضلوا قائم ونستعمله، لا، بهدف انه نضمن وقت كافي لاخلاء المبنى. طيب ومن بعد هذا الوقت شو بيصير؟ ما بنعود نحن نضمن سلامة المنشأ. قديش هذا الوقت؟ ساعة ساعتين تيبيكلي، ساعتين صح او ممكن اربع ساعات. مش هناك اول ما عرفت انا انه كان في حريق، حدا واجهني الصورة ما صدقت انه هذه الصورة مزبوطة. قال لي هذا الحريق بلش امبارح. قلت ما معقولة انه هذه حدث كبير، حدث مهم، ما معقول انه يكون في حريق وتاركينه. لانه بديهي جدا، انا ما بتصور انه بدها خبره مثلنا حتى يقولوا لكم انه الحريق بيأذي المنشأ، ممكن يؤدي بضعفه، ممكن يؤدي لانهياره. هذه شغله بديهيه. الحريق استمر لاكثر من اسبوعين، نتيجه حتميه الشيء اللي عم نشوفه نحن، شيء متوقع جدا ونتيجه حتميه. ما في شيء غريب ابدا. هو الغريب قديش حيطولوا، مش امتين حيوقعوا. هلا موضوع، يعني طبعا انا بس اللي زعجني بالمسألة، طبعا زعج الموضوع كله سوا زعجني، بس بالتحديد التهويل مثل ما قال النائب، التهويل على الناس بموضوع الانهيار. طبعا انا وانتم سمعتوا، لانه انا اللي كان عم يوصلني وصل لناس كتار فيكم من نوع انه حينهار انهيار شامل كلياته سوا، وبس لما ينهار المجموعة الشمالية حتوقع معه او حتسحب المجموعة الجنوبية كلياته. هذا نون فاندد، منه شيء علمي ولا في شيء ابدا من السنس باللي عم ينقال لحتى يوقع. ليش عم اقول هالشيء هذا؟ يعني انا معلش طلعت على التي في وقلت قبل بيوم، قلت ما معقول يوقعوا كلهم سوا، ما راح يوقعوا كلهم سوا، واذا وقعوا حيأثروا على المجموعه الجنوبيه. ليه عم اقول هيك؟ عم بحكي هيك رايي الشخصي؟ لا، هذا هندسي، عم بحكي علمي. حتى يوقعوا كلهم سوا بنفس الوقت لازم يكونوا كل اليونت بالانفجار تضرروا بنفس النسبه، ولازم الحريق يكون أثر فيهم كلياتهم سوا بنفس النسبة. طبعا هذا الشيء أبدا ما صار، فإذا كان متوقع أنهم يقعوا تدريجيا. طيب إذا بنحكي بالنسبة للمجموعة، بالمقابل المجموعة الجنوبية، المجموعة الجنوبية أكيد تضررت بنتيجة الانفجار مثل ما سواء وقلت، وستيبل ما تحركت. أوكي، فإذا ستيبل مش معناتها أنه هي مش متضررة، مش معناتها اذا هلا صار التارجت تاعنا الهدف تاعنا هو المحافظه عليها نحن فينا نتركها مثل ما هي. هندسيا انا اللي بقوله رايي، وبعتقد انه اي شخص بيراجع الدراسات اللي عاملينا واللي هي مش دراسات عاملينا لنا، هذه دراسات منشوره صارت برانكد هايلي رانكد جورنالز، بتقول انه هدول متضررين. في اضرار نحن يمكن شايفينها، بس في اضرار اكيد موجوده وما شايفينها نحن، خصوصا على مستوى اتصالها بالاساسات. هذا الشيء خلينا نروح نعمل ستادي مثل ما بقول دكتور وسيم، بدنا نعمل ستادي بالاخر. نحن راينا لابد انه يكون، لانه نحن تقنيين، ومشان هيك انا النائب نجي نحكي، نحن لازم يكون كل شيء بنقوله مسؤولين عنه ومرتكز على دراسه. فاذا من اللي كل شيء كان موجود عندي، اول اخر مجموعه اللي هي 2 ب3 راحت، انا اعتبرت انه المجموعه الشماليه كمان بطلت موجوده، واللي هو هلا بشكل خاص الكونسيرن تاعنا هو الست اللي هن باقيين من المجموعه الجنوبيه. فاذا اخذت الست اللي هن موجودين بالمجموعه الجنوبيه اللي هن باقيين، وعمل دراسه عليهم، عمل دراسه لنظام تدعيم مبني على شو؟ مبني على شغله كثير مهمه، انه انا اخذت بعين الاعتبار بالدراسه تاعيتي انه هذا المنشأ اللي انا عم بدرسه هو اوريدي مايل واوريدي متضرر. يعني اخذ بعين الاعتبار انه هذا مبنى في عنده تشققات، في عنده اضرار صايره فيه، وشو لازم يدعم. جربنا اكثر من نظام، وطبعا كنا عم نفتش التارجت تاعنا نظام التدعيم الاسهل والاقل تكلفه ممكن، واخذنا بعين الاعتبار باي ذا واي مقاومته للزلازل، لانه طبعا اذا بدنا نعمل مبنى بدنا نتركه كنصب دائم لابد انه ناخذ كمان بعين الاعتبار تعرضه للزلازل، وهذا الشيء اللي عملناه. وتبين انه من اكثر من نظام جربناهم، النظام الابسط والاسهل والاقل تكلفه
هو ينعمل شيء نحن نسميه جاكيت، انترنال جاكيت او قميص داخلي، يعني كانه نحن عم نركب بالازرق، شايفين بالازرق والاخضر المبنى القديم او الجزء القديم اللي هو قائم حاليا، ورحنا عملنا مثل قميص داخلي او انترنال جاكيت من رينفورس كونكريت بطون مسلح بتمسك الخارجي، وهي اللي بتساعده انه يضل قائم وياخذ اي تاثيرات خارجيه من احمال او غيره. هذا النتيجه اللي احنا وصلنا لها. اكيد انا ما عم بدعي انه هذا النظام الوحيد او هذا النظام الافضل، بس اللي عم بدعي او مش عم بدعي، عم اكد انه اتليست هذا النظام تكلفته كتير قليله، طبعا عم بحكي بالنسبه لاشياء ثانيه عاده بتدعين، تكلفته قليله، سهل تنفيذه، وبيؤدي للنتيجه اللي احنا بدنا اياها. هذا الشيء اللي انا عملته ممكن ينعمل على انظمه ثانيه اي حدا بيقترحها، واكيد بصير في مقارنه حتى ينقال او اي هو النظام الافضل كتكلفه وكوقت وكسلامه عامه وكل هالاشياء هيدي. That's it. هذا بس حبيت شارككم بالاشياء اللي انا عندي اياها. شكرا. شكرا دكتور مساح. بس يعني الواضح انه في تاكيد الحريق. بس انا بس نسيت لا. نسيت بس عفوا نعم بس نسيت اعطي معلومه صغيره، لانه في اشياء عم نقولها نحن كاخصائيين، بس حسيت انه لازم اقرب لكم الفكره اكثر. موضوع الميلان، انه مثلا لما يقول دكتور وسيم انه شفنا الميلان تزايد 4 ملي، كانت 2 ملي صار 4 ملي ووصل ل 6 او 8، شو يعني انه عم بيميل بهالقيمه هيدي؟ خليني اعطي اكزامبل شو مقصود بهالقيمه هيدي اللي عم بيميل فيها المبنى. نحن مبنى مشابه لهيدا نفترض بالتصميم تاعنا او الهدف من التصميم تاعنا انه ما يتجاوز اقصى ميلان له خلال فتره حياته الكامله شيء بيشبه تقريبا 10 ل 15 سنتي للمبنى هذا اللي شايفينه اللي هو 50 متر ارتفاعه. نحن هيدا وصلنا لمرحله اللي كان عم بقول عنها دكتور وسيم، صرنا عم ناخذ دبل هالقيمه هيدي بيوم واحد. هيدي المشكله. شفنا ليش كنا مأكدين، ليش مأكدين انه حيوقعوا؟ لو نحن كنا عم نتجاوز بيوم اقصى ميلان نحن بنسمح فيه خلال طول عمر المنشأ. That's it. شكرا كثير. بس لاحظنا خلال الشرح الدكتور وسيم الدكتور يحيى الخطر كان قائم اساسا قبل الحريق خاصه الجهه الشماليه، ولكن كان ممكن يطول اكثر اشهر سنين، انما الحريق سرع بالخطر وسبب بالانهيار الجزئي والانهيارات الجزئيه. ولاحظنا هالامر كيف شرحوا الخبراء بالقراءات اللي موجوده على السنسورز الموجوده، 3 سنسورز بالجهه الشماليه وسنسور بالجهه الجنوبيه، كيف كان الميلان خلال اشهر 2 ميلي 24 ساعه اصبح 4 ميلي 6 8 صباح الاحد 8.4 الميلان، وهذا امر خطير جدا وسبب انهيار جزئي. والان هناك احتمال لانهيار جزئي اخر قد يحدث، فينا نقول باي لحظه باي ساعه ويمكن ايام، شيء خلال ساعات ايام اسابيع، هالامر صعب التحديد. وللاسف الحريق كمان صار عملية التدعيم صعبة، صارت أمر صعب حسب ما فهمنا من الشرح الجزء الشمالي، يعني صار عملية صعبة جدا جدا عملية التدعيم. هلأ بدنا نفكر وندرس كيف نستمر فيها، وكنا كان في هلأ أكثر فهمنا من الشرح انهيار وجزء واحد لا بلحظة ولا بساعات ولا بأيام حتحصل، هو كجزء الشمالي ينهار فورا كله كجزء، في صعوبة انهيارات جزئية أكيدة، إنما صعب كله كجزء واحد إنه ينهار. وقلنا إنه لن يتسبب برعب وبكوارث إذا انهاروا جزئيا أو كليا، وشهدنا بعد هلأ بعد إذنكم الأسئلة، إذا في أسئلة للدكتورة نجات حول الموضوع قبل ما